طيب احنا كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم عن ان احنا عندنا ال questions تقريبا، او ان انا لو عايزة اجمع حاجة، اجمع مثلا معلومات، فتبقى ال questionnaire عن طريق مثلا طريقة straight forward. دي لو حاجة straight forward والدكتور اكدت عليها، لكن لو interview و observation فيها تبقى context and environment. بعد كده قلت ان في مشاكل، ان مثلا ممكن ان الجزء بيبقى isolated عن ال developer، لان ساعات بيبقى صعب ان انا اقابل ال user مثلا وكده. طيب التاسك اناليسيس هي عبارة عن ايه؟ بيقول لي هنا help to start with overall goal of the system and then decompose it hierarchically. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا ببص مثلا، انا عندي مثلا تاسك، مثلا انا اعمل e-commerce application، فانا ببص للحاجة overall كده، شوف التاسك بتاعتي البروجكت بتاعي overall، وبعدين بقسمه sub tasks. ممكن هنا بقى يعني نيجي نبص هنا، ان انا ممكن اقسم السب تاسك دي لسب تاسك تاني بشكل ريكيرسيفلي. طيب وبيقول لي هنا برضو ان انا المفروض اعرف ايه هو الجول. يعني مثلا انا سند ايميل مثلا، وهي البري كونديشنز، وبيقول لي ان البري كونديشنز دي هي تاسك بتدبند على تاسك تانية، وبيقول لي ان الانفورميشن هي انفورميشن لازم اكون عارفاها. زي مثلا انا عايزه ابعت ايميل، فانا مثلا لازم اكون معايا الايميل ادرس، فده البري كونديشن ان انا اعرف ايه هو الايميل ادرس للشخص اللي انا هبعت له ايميل. طيب بيقول لي نونج البري كونديشن هو بيهلب برضو ان انت بريفنت الايرور، وبيقول لي ان هو هيلب ان هو يعمل انتسبيتنج. بعد كده بيقول لي مثلا حاجه زي كده، ده مثال مثلا. بيقول ان او ام اس، ان انا مثلا عندي هنا مثلا ان انا الجول بتاعي ان انا اسند مثلا مسج، فهنا البري كونديشن ايه؟ البري كونديشن ان انا اعرف مثلا الكانتري كود، الباسورد، اليوزر نيم، اسم الشخص، الكلام ده. السب تاسكس ان انا اعمل لوجن مثلا ايدنتيفاي والكلام ده. فهو يعني الخلاصه من ده ايه؟ ان تبقى عارف ايه هو الجول وايه هي البري كونديشن والسب تاسكس. طيب في اسئله ممكن اسالها زي على السيستم بتاعي، اللي هي التاسك دي بتتعمل ازاي، التاسك دي بتتعمل في وقت قد ايه، ايه الكونسترينز، في كونسترينز على التايم والريسورسز ولا لا، الشخص ده بيتعلم التاسك دي ازاي، ايه اللي ممكن يحصل غلط، مين ايفولفد في السيستم، الكلام ده كله. طيب تاسك اناليسيس بيقول ان ممكن تعمل بانترفيو، او ممكن تتعمل بالاوبزرفيشن. تعال نشوف الاوبزرفيشن. الاوبزرفيشن هو عباره عن ايه؟ عباره عن ان انا هي تراديشنال واي يعني، والتراديشنال دي ان الريسيرش بيبدا ان هو الريسيرش بيبدا ان هو يجوين، يشوف الناس البارتيسيبنت مثلا بيعملوا ايه والكلام ده كله، يوبزرف هما بيانتراكتوا ازاي. ان انت مثلا في مثال قلته الدكتور، ان انت مثلا لو رايح تعمل فوتنج على مكنه مثلا، في يعني مثلا في ابلكيشن فوتنج على مكنة مثلا معينة او على ماشين معينة، فزي مثلا الماشين بتاعت السحب فلوس دي يعني، عايزة اعمل فودينج ماشي، ففي ستة مثلا 50 سنة واقفة عايزة تعمل فودينج، فبتسأل اسئلة كتير مش فاهمة تعمل ده ازاي بتاع. فانا من خلال ده اعرف اشوف ايه الاسئلة اللي هي بتسألها، عشان اقدر ان انا اعمل امبروفمنت على السيستم بتاعي، بحيث ان هو يكون ايه يعني محقق الاكسسبيليتي يعني والدايمنشن بتاعت اليوزابيليتي. طيب بيقول لي ان observation هو بيبقى بهدفه ان انت تستدي specific environment عشان تبلان improvement معينة عليه، وان هو بيقول ان هو useful جدا يعني. الكي جول ان انت بيبقى عندك keep attention, work around, hooks و errors. يبقى الكي جول هو attention, keep attention, work around, hooks و errors. طيب الانترفيوز هدفها ايه؟ بيقول لي هدفها ان انت تجمع معلومات collect first hand personal account experiences options opinions attitudes perceptions، الكلام ده ان هو مثلا ايه اعرف الشخص ده مثلا attitudes بتاعته ايه، اراءه ايه، الشخص مثلا ده قاعد بيفرق مثلا فهو متوتر شوية مثلا، في مثلا في body language مثلا ان هو لو الشخص ايده اترفعت شوية يعني لحد مثلا اول راسه كده، فهو معناه ان هو كده ان هو متوتر او ان هو منفعل عموما مش شرط متوتر. فانت تبقى يعني ايه انترفيورز مثلا بيبقوا واخدين بالهم من حاجة زي كده. طيب بيقول لي تستخدمه امتى؟ لو انت عايز تماكسمايز الاماونت اوف انفورميشن اللي انت هتجمعها في وقت معين. بيقول لي ان انت ممكن تعمل فولو اب كويشنز، الفولو اب كويشنز دي حاجه كويسه جدا بس لو التايم مش مهم. وبتعمل الانترفيوز ازاي؟ انت تعمل انترفيو سكريبت كده، وبتبدا بعد كده انك تقابل الناس وتسالهم الاسئله دي، بتبقى فليكسبل شويه. بيقول لي ان انت ممكن تشوز الشخص اللي تعمل له انترفيو ده، يعني مثلا الشخص ده هو التارجت بتاعي بتاع السيستم، او هو شخص ملوش اي علاقه بالسيستم اصلا بس هو، او شخص ملوش اي علاقه بالسيستم، او شخص مثلا لا هو فيميلر للسيستم شويه، او هو مثلا بيستخدم سيستم تاني سيميلر للسيستم بتاعي.